السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد وتجربه جديده. دونك واحد الفيديو اللي هو انتشر بزاف في تيك توك في انستغرام في بزاف ديال مواقع التواصل ولقى واحد الاقبال كبير عليه. هو واحد وصفه خاصه بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الوجه ديالهم ضعيف، الحنيكات على قد الحال اللي بغات هكا تهلا في الوجه ديالها، دوك الخطوط الرقاق ديال الوجه واضحين شي شويه. دونك هذه الوصفه موجهه ليها، دونك بالنسبه كما قلنا اللي بغات الوجه ديالها شويه يعمر، وكذلك حتى دوك الخطوط اللي كتكون في الوجه ما تبقاش تختفي تنفخ حتى هي. وصفه سهله وبسيطه، المكونات ديالها كذلك سهله وبسيطه، يعني تحصل عليها ما تلقايش فيها مشكل. غنحتاجوا الزبيب، اي نوع ديال الزبيب عندك. هنايا عندي زبيب العادي والماء. دونك بالنسبه للكميه اللي غنحتاج، غندير 4 كاس ديال الزبيب وما تبقى غنكملو بالماء. دونك على حسب، خديتي كاس كبير 4 ديالو شي لاخر ما، خديتي صغير كذلك 4 ديالو شي لاخر ما. دونك غندوز اولا نغسل ديك الكميه اللي غنستعمل ديال الزبيب، لان عارفين الزبيب كيكون عند العطار ولا في المحلات كيكون فهمتي ما مغطيش والغبره وكذا، ضروري ما يتغسل. عاد نديرو في هاد الكاس اللي غنزيد عليه الماء. دونك فوالا، هنا غسلت هاد الزبيب مزيان، راه واخا غسلتو ديك الماده ديالو راه كتبقى تطلق، يعني مكيبقاش مكيبانش المصافي. دونك الا لاحظتوا هنايا راه دات ربع ديال الكميه من الزبيب وكملت ما تبقى بالماء. باش قلت لكم خاص ضروري انه يتغسل، لان هاد الماء راه ما كنرميوهش، يعني كنخليو هاد الزبيب يبقى مرقد في الماء ليله كامله، والغد ليه كنطحنوه بالماء ديالو. داكشي باش خاص ضروري الزبيب تحيد منه الغبره والوسخ اللي فيه، عاد ديروا في هاد الماء، لان هاد الماء غنحتفظوا به وغنستعملوه وغنخليه يرتاح ليله كامله ونطلقاو من بعد. دونك فوالا البنات، من بعد ما خليت الزبيب الماء ليله كامله، دونك شتو راه كامل تنفخ، غادي نطحنو مع هاد الماء ديالو. داكشي باش تكون ضروري ان هاد الزبيب يتغسل مزيان، عاد ندوزو باش نطحنوه هو الماء. دونك فوالا، هنا من بعد ما طحنتو مزيان، راه على بالي كنصور، ضفت واحد المعلقه ديال الحليب بودره، معلقه ديال الحليب بودره، وغنزيد واحد المعلقه ديال النشا. دونك معلقه ديال النشا فوالا، وغتخلطوا الجميع مزيان وغديروا فوق البوطه بيان سور حتى كيعقد. دونك فوالا، ها هو كيولي الشكل ديالو كريمي. دونك بالنسبه لطريقه الاستعمال، المهم بعدا كتخليوه حتى كيبرد مزيان وكديروه في شي طاسه وشي بواطه عندكم تما، وكتحتفظوا به في الثلاجه، يعني تقريبا ديروا واحد الكميه اللي تدوز لكم اسبوع باش ما يخسرش ولا يدير ريحه ولا شي حاجه خايبه، فما تكثروش. بحال تقريبا الكميه الكاس ما كبيرش بزاف، بحال ديال الاتاي هو اللي استعملت. طريقه الاستعمال، كتستعمليه بشكل يومي، كديريه على شكل ماسك البشره ديالك، كتخليه مده ثلث ساعه وكتغسليه. دونك مع الوقت كتلاحظي ان هناك واحد يعني الوجه ديالك بدا كيعمر شي شويه، بالنسبه للخطوط بداو كي غاديين وكيختفيو، لان بيان سور ملي كنقولوا الوجه كيعمر يعني الخطوط كيقلالو. كيمكن كذلك تستعملي حتى اليدين، بالنسبه للناس اللي عندهم دوك العروق هكا باينين، كيكون شويه الاعصاب ديالهم باينين ديال اليد، ممكن يستعملوا هذا الخليط، فهو حتى هو زوين، كيساعد ان دوك الفراغات ومهم اليد اللي كتكون شويه خاويه كتنفخ شي شويه وكتعمر. هذا ما كان فيما يخص لهذا الماسك، زوين بزاف، جربوه، يعني بزاف الناس شكروه، بزاف الناس لقاو نتائج زوينه عليه. هذا ما كان فيما يخص هذا الفيديو. شكرا بزاف على المشاهده ديالكم، شكرا بزاف كذلك على المسانده ديالكم. وفي الاخير غنخلي لكم القناه اللي خديت منها هذا الماسك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. الى اللقاء.